السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلكم أمر ربابة عملنا بالطبي في الجامعة الهاشمية. اليوم إن شاء الله بدنا نشرح موضوع الأوتونوميك نيرفوس سيستم والريسبتورز. خليكم معنا إن شاء الله، واليوم راح نحكي كثير مواضيع مهمة وتفاصيل دقيقة شوي، فركزوا معنا واحدة واحدة. بداية لما نحكي عن تقسيم الجهاز العصبي، احنا بنعرف انه السنترال نيرفوس سيستم بتكون من جزئين، هم السنترال نيرفوس سيستم والبيريفيرال نيرفوس سيستم. البيريفيرال نيرفوس سيستم هو عبارة عن النيرفز اللي بتطلع من السباينال كورد ومن البرين ستيم. حكينا عن شغلات بالفيديو اللي قبل، بس هسه بدنا نعرف شغلات جديدة هي تقسيم البيريفيرال نيرفوس سيستم. البيريفيرال نيرفوس سيستم بتقسم لنوعين، هم الموتور ديفيجن والسنسوري ديفيجن. الموتور ديفيجن برضو بتقسم لقسمين اللي هم الاوتونوميك والسوماتيك. ايش يعني اوتونوميك ايش يعني سوماتيك؟ الاوتونوميك من اسمه، اوتونوميك يعني تلقائي، هو اللي بيتحكم في الجسم تلقائيا بدون ما اكون انا واعي فيه، يعني انفولنتري فانكشن. اما السوماتيك هو اللي انا بكون واعي فيه، بعرف ايش اللي بيصير يعني ومنتبه عليه. الاوتونوميك برضو اللي راح نحكي عنه اليوم هو برضو بنقسم لقسمين، هم الباراسيمباثيتك ديفيجن والسيمباثيتك ديفيجن. هذول الجهازين بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا لنا الهوميوستاسيس، يعني كل واحد له وظيفة معينة. مثلا عندي الهارت ريت دائما بنبض بشكل تقريبا 60 بير مينت، تمام؟ فالباراسيمباثيتك بعمل انه ينقص لي الهارت بيت، السيمباثيتك بيعمل انه يرفع لي اياها، فعشان هيك بيضل الهارت بيت ضمن او الهارت ريت ضمن رينج معين عشان انا احافظ على الهوميوستاسيس، يضل البلد بريشر عندي ثابت انه ما يتغير كثير، واضل احافظ على وظائف الجسم المختلفة، تمام. هسه افرض مثلا صار عندي خلل، هاي الشغلات راح نشوفها اليوم، يعني في حالات معينة بيشتغل فيها الباراسيمباثيتك ديفيجن، وفي حالات ثانية بيشتغل فيها السيمباثيتك ديفيجن. كل هذا بيعتمد على الحالة اللي بمر فيها الجسم، ليش بيشتغل هذا وليش بيشتغل هذا، مرات اكثر مرات اقل، كل هذا عشان نحافظ على الهوميوستاسيس اللي هي اساسا مشانها بندرس الفسيولوجي. طيب احنا هسه بدنا نبلش نحكي عن السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. طب اول شيء ايش يعني سيمباثيتك؟ سيم يعني توجذر، لما كنا نحكي سيم هي نفس يعني سن، لما كنا نحكي سينثيسز يعني جبنا مونومرز عملناهم بوليمرز، جمعناهم مع بعض خليناهم توجذر. باثيتك يعني فيلينج، يعني فيلينج توجذر، هذا هو السيمباثيتك. سيمباثيتك يعني فيلينج توجذر. الباراسيمباثيتك المقطع اللي زياده عليه هو البارا، يعني بارا يعني تقدر تحكي جارة، فهو السيستم اللي جار للسيمباثيتك، برضو وظيفته تقريبا نفس الاشي. بس السيمباثيتك ليش سموه سيمباثيتك، ليش يعني معناه feeling together؟ هون بنلاحظ في تقسيم السيمباثيتك انه النيرز بتطلع من وين؟ بتطلع من الثوركس وبتطلع من اللمبر ريجن، يعني مناطق كلها متصلة مع بعض، بعكس الباراسيمباثيتك اللي بيطلعوا من الكرانيوم وبيطلعوا من الساكرم، فبعاد عن بعض مكان الاوريجين. فبنشوفهم عشان يقرب من بعض بحكي لك فيلينج توجذر، يعني انهم جنب بعض. فاما الباراسيمباثيتك هم بعاد عن بعض، فسموه نسبه لتسميه هذا انه باراسيمباثيتك جنب هذا، فكان اللي فوقيه واللي تحتيه يسموه باراسيمباثيتك. طب ايش الفروقات فيهم؟ هسه بنمر عليهم واحدة، بس مبدئيا احنا شفنا اول اشي يعني الاناتومي للسيستم انه السيمباثيتك النيرفز بتطلع من الثوركس ومن اللمبر ريجن، الباراسيمباثيتك بيطلعوا من الكرانيوم وبيطلعوا من الساكرم. طب اشي ثاني في عنا هون اللي هي ستراكتشر، اللي هي ايش؟ اللي هي الجانجليا. هاي الجانجليا يعني مجموعة سينابس مع بعض، يعني اكثر من نيرف فايبر اجوا عندي وبتم يتصلوا بنيرف فايبر ثانيين، فمكان الاتصال بنسميها جانجليون. فهون الجانجليون بتكون بارالل للسباينال كورد، فبتلاقيهم كلهم يعني مجمعات مع بعض، هون بيكونوا جوا الاورجان نفسه او بيكونوا كثير قراب من الاورجان فما بنشوفهم. طيب هذا فرق من الفروقات. ثاني اشي بنيجي نشوف طول النيرف، هون بنشوف الاول نيرف اللي من السباينال كورد للجانجليون قصير، ثاني نيرف من الجانجليون للأورجان بيكون طويل.
هسا هذول بدنا نسميهم، بنسميهم على حسب ايش؟ ما انه في واحد قبل الجانجليون وبعد الجانجليون بنسميهم نسبة للجانجليون، فالقبل بنسميه بري جانجليونيك نيرف او نيورون. فايش يعني بري وايش يعني جانجليونيك؟ جانجليون يعني نسبة للجانجليون، اما بري يعني قبل، فاللي بيجي قبل الجانجليون بنسميه بري جانجليونيك، اللي بيجي بعد الجانجليون بنسميه بوست جانجليونيك. هنا بنشوف انه البري جانجليونيك قصير اما البوست جانجليونيك طويل. ليش هالحكي؟ هنا بنستخدم هذا الجهاز في حالات الفلايت اور فايت اور فلايت. ايش يعني؟ هسا انا اذا كان عندي مثلا صارت حريق الدار، صار اي شيء لا سمح الله، يعني انا بدي اشتغل بسرعه، بدي اتحرك اهرب، فهذا المهم انه يكونوا قراب عن بعض عشان يوصل الجانجليون هون وبرضه يعني يوصل بسرعة وينتشر لكل أعضاء الجسم. هون غير، هون راح يكون شوي بطيء لأنه أساسا في هاي في حالات الريست أند دايجست، فمش ضروري كثير يكون سريع. هون هاي الستركتشر هون بيعمل لي إنه يكون الانتقال النيورو السيجنال ترانزميشن بسرعة، فبنتقل بسرعة للجانجليون وبتوزع على باقي النيرف فايبرز. كمان فرق، لا وبرضه نحكي عن الباراسمبثيتك، حكينا البري جانجليون بيكون طويل، البوست جانجليونك عشان بيكون في الاورجان بيكون قصير ومرات ما بنلاقي له اكسون. نكمل على structural differences. اول اشي حكينا السايت اوف اوريجين، الباراسمبثيتك من الكرينيوم والساكرم للسباينال كورد، اما السمبثيتك من الثوراسك واللمبر بارت سباينال كورد، عشان هيك بنسمي الباراسمبثيتك كرينيو ساكرم والسيمباثيتك ثوراكو لمبا، فهذولا بيطلعوا النيرف تبعهم تبعونهم من الكرينيوم ومن الساكرم، السيمباثيتك من الثوراكس ومن اللمبا. الجانجليا بوزيشن في الباراسيمباثيتك بتكون away from the spinal cord، بتكون بعيد عن spinal cord near or inside the target of the target organ. السيمباثيتك بتكون closer to the spinal cord. النيورونز لينث في الباراسمبثيتك حكينا البري جانجليونيك بتكون taller than the post ganglionic neuron، او بنحكي longer than the post ganglionic neuron. السمبثيتك بتكون البري جانجليونيك neurons shorter than the post ganglionic neurons. كمان عندنا الجانجليا تايب بتكون في الباراسمبثيتك dispersed، يعني متفرقه كل واحد بجهه، يعني عشانهم في الاورجانز نفسها او قريب منها. في السمبثيتك بتكون together parallel to the spinal cord. في كمان عندنا واحدة من الفروقات اللي هي البوست جانجليونيك سكريشنز. البوست جانجليونيك سكريشنز في الباراسمبثيتك بتكون اسيتيلكولين، اما في السمبثيتك بتكون نور ابينفرين او بنسميها ادرينالين. فهون بنلاقي في السمبثاتيك حكينا انه نور ابنفرين، وفي الباراسمبثاتيك بكون اسيتيلكولين. الجانجليا حكينا هي كلستر اوف سينابس، both have two neurons pre-ganglionic and post-ganglionic. all pre-ganglionic neurons secrete acetylcholine. هاي الشغلات كمان اساس لمعلومات قدام فنفهمها من هسه، انه البري جانجليونيك كله بفرز لي اسيتيلكولين، بس البوست جانجليونيك بفرق عندي. في السمبثاتيك بفرز عندي نور ابينفرين، اما في الباراسمبثاتيك بفرز عندي اسيتيلكولين. اول اشي هسه بدنا نحكي عنه هو الباراسمبثاتيك works in the situation of rest and digest، هو بيشتغل في وقت الراحه، بصير عند له stimulation. ليش؟ عشان digest food reproduce and excrete waste. انا لما اكل ايش بصير عندي؟ بصير عندي stimulation للباراسمبثيتك division. فايش بصير عندي؟ انا بدي ازيد الدم اللي بوصل للجهاز الهضمي. ليش؟ عشان انا اساعد في الهضم، اساعد في الاكسكريشن، اساعد بالعمليات الثانية عشان انا جسمي يرتاح. اما هذا عكس السمبثيتك، الباراسمبثيتك في وضع الريست اند دايجست، هي like when it's stimulated the blood supply to the gastrointestinal system will increase to help in digestion، الدم راح يزيد
البلد فلو راح يزيد للجاسترونتستينال سيستم عشان يساعدنا في الدايجستشن. بلد سبلاي تو اذر بودي تيشوز دازنت ريسبونسبل فور ريستنج بروسيس سوتش از سكيلتال ماسل ويل ديكريز. انا بدي دم زياده للجي اي اس، فعشان هيك بدي اخذه من وين؟ من الدم اللي بروح للسكيلت المسلز، لانه اساسا انا بوضع الراحه، فشو بدي في المسلز يكون فيها دم كثير؟ عشان هيك بتلاقي انه الدم نقص في السكيلت المسلز وزاد في الجاسترو انتستينال سيستم، برضه راح ينقص عندي الهارت ريت، ديكريز هارت ريت. في السمبثتك بزيد الهارت ريت، هسه بنعرف ليش. فنذكر بالبارا سمبثتك هو في الريست اند دايجست، بساعدنا في digest food, reproduce, excrete waste. البلد سبلاي للجاسترو انتستينال سيستم بزيد وللسكيليتال ماسلز بنقص، وبنقص عندي كمان الهارت ريت. نيجي هسه للسمبثاتيك. سمبثاتيك حكينا feeling together، يعني بكونوا جنب بعض النيرفز، يعني بيطلعوا من نفس من مناطق جنب بعض، فهو مسؤول عن حالات الفايت اور فلايت اللي هي stressful situations. أنا لما يصير عندي إشي خطير فبدي يا إما أهاجم يا أشلف، بالمختصر يعني fight or flight. فأنا بدي رد فعل سريع، بدي أشغل الأجهزة في جسمي المسؤولة عن التشليف أو مسؤولة عن الهجوم. فشو بعمل لي هذا الجهاز؟ أنا بدي طاقة، فأول شيء بزيد عندي هو the breakdown of raw materials. رو ماتيريال زي ايش؟ زي الليبيد، زي الجلوكوز، زي برضه الجلايكوجين. فانا راح اكسرهم هذول عشان استخدمهم وين؟ استخدمهم في السيلير ريسبيريشن عشان انا يصير عندي اعمل مور اي تي بي. وكمان راح يصير عندي اكسجين يوتيلايزيشن، انه استخدم اكسجين كثير. ليش؟ ما هو من اسم حكينا السيلير ريسبيريشن بده raw materials و oxygen، فراح يصير عندي increase oxygen utilization. ثالث اشي هو increase the production of heat and waste products. هاي برضو كمان شغلة متعلقة في cellular respiration، انه ايش؟ انه انا بعمل cellular respiration كثير، فاشي طبيعي انه يطلع عندي heat waste products اللي هم CO2 اللي بيطلعوا نواتج للcellular respiration. رابع إشي هو increase the blood flow to responsible tissue such as skeletal muscles, liver, fatty tissue. طيب هسا هاي ليش؟ هسا أنا بدي أركض، بدي أهرب من المكان اللي أنا فيه، فأكيد بدي أحرك skeletal muscles اللي هم المسلز المسؤولات عن الحركة، مرتبطات في الجهاز العظمي. فهذول المسلز مفروض أنا أعطيهم طاقة عشان يشتغلوا بزيادة وما يصير لهم فتيق، فأنا راح أزيد blood flow لهم، ايوه، عشان يعملوا لي سيلولار ريسبيريشن فيهم نفسهم، ينتجوا لي طاقه وكمان يشتغلوا بشكل اكبر. الليفر ليش؟ الليفر بتعمل كمان انها بريك داون للرو ماتيريالز، كمان ايش بتعمل فيها؟ مخازن للجلايكوجين، فالجلايكوجين كمان بتكسر وبعطيني اي تي بي. الفاتي تيشوز نفس الاشي، هذول ستورج، فانا باخذ الاديبوسايت بكسرها بعمل منها ايش؟ بعمل منها انرجي. اديبوسايت يعني اللي هي فاتي سيلز. كمان عندنا شغله اللي هي الكونستريكشن اوف بلود فيسلز وي دونت نيد ات، يعني انا بدي ارقد، بدي اشلف، شو بدي في البلود فيسلز اللي موجوده مثلا في المعده او موجوده في اي مكان انا ما بحتاجه، موجوده في الامعاء مثلا، انا شو بدي فيها هاي البلود فيسلز؟ ليش بدي مثلا اهضم الاكل وانا قاعد بركض؟ فهنا بصير عندي constriction of blood vessels we don't need it such as له gastrointestinal tract. إنه أنا ما بدي ال blood vessels اللي في الجهاز الهضمي، فبعملها constriction، بضيقها عشان يقل ال blood flow إلها ويروح ال blood flow لوين؟ ال skeletal muscles اللي بتمساعدوني إني لما أشلف. خامس أو سادس إشي هو dilatation of coronary arteries to increase blood flow to the heart. هسا في السيمباثيك ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي انكريز هارت ريت. طيب شو دخل كورونري ارتريز؟ الكورونري ارتريز هم الشرايين اللي بلفوا اللي بغذوا لي القلب، هذول بيطلعوا من الايورتا وبغذوا لي القلب، يعني الشرايين اللي بغذوا القلب هم الكورونري ارتريز، بتوسعوا
عشان برضه يزيدوا لي البلاد فلو للقلب، ويعني يزيد لي الهارت ريت. نفس مبدأ السكيلت المسلز، انه انا بدي ازيد البلاد فلو عشان ازيد الانرجي اللي واصل للهارت، ويعمل لي كونتراكشن وما يصيبه فتيق. هاي بنحكيها فتيق، بس هو يعني بصيبه بدل ما يصيبه كاردياك ارست او شيء زي هيك. كمان سابع اشي هو الدايلاتيشن اوف ذا ايرس فور ذا اي تو سي مور كليرلي اند كولكت انفورميشن. ايش الايرس؟ هي حدقة العين. فلما يصير اوفر ستيميوليشن للسمباثيتك سيستم، تتوسع هاي الحدقة. ليش؟ عشان انا اشوف اكثر. انا في حالة الخطر انا بدي افتح عيوني على كل الاتجاهات علشان اشوف اي خطر بحيط فيي، فعشان هيك بصير عندي دايلاتيشن. انا بدي اشوف كل اشي حوالي عشان اجمع انفورميشنز. كمان اشي هو الديكريس سكريشن اوف جلاندز اكسبت سويت جلاندز، انه انا ما بدي، مش كثير هميتني هسه الجلاندز المختلف في الجسم الا السويت جلاندز. ليش؟ هسه انا فوق شو صار عندي؟ صار عندي برودكشن اوف هيت، زادت، فزادت حراره جسمي. افرض يعني زاد هالشيء ضل وقت طويل، انا راح يصيبني كثير امراض، لانه في بروتينات بدها حراره معينه عشان تشتغل. اذا ما توفرت هاي الحراره وزادت عن حدها الطبيعي، بصير عندي ديناتشوريشن. فالسويت جلاندز مهم كثير عشان تحافظ لي على التمبريتشر، فالسويت جلاندز بتضل شغاله بعكس الجلاندز الثانيه. مثلا السلايف السليفر جلاند اللي هي تبعت اللعاب ما بتشتغل في وضع الفايت اور فلايت. حكينا we need to increase the blood to the liver to facilitate the breakdown of glycogen which is stored in it, increasing the blood flow to fatty tissues to take the fat cells and break it down to use it in ATP formation, increasing the blood flow to the muscles to increase nourishment supply to facilitate contraction. كمان هو blood flow increase in all tissues but the percentage of blood flow differ. Responsible tissues have more percentage of blood flow than irresponsible tissues. هسا في الاوفر ستيميوليشن لاي سيستم راح يزيد عندي blood flow. ليش؟ لانه صار عندي الهارت ريت زاد. هذا بنحكي في السمباثيتك. بس شو بصير عندي؟ انا عشان ضيقت البلد فيسلز في الريسبونسبل تيشوز اللي هي ما بديش اياها انا، راح يقل البلد فلو لها نسبيا للريسبونسبل تيشوز. يعني هسه انا راح يزيد عندي البلد فلو للسكيلتال ماسلز، وراح يزيد للجي اي اس، بس راح يزيد بالنسبه للسكيلتال ماسلز اكثر من الجي اي اس، لانه هو ريسبونسبل للفايت اور فلايت، اما الجي اي اس الريسبونسبل. نيجي هسه للادرينيرجيك ريسبتورز، هو كمان اشي متعلق في الاوتونوميك نيرفس سيستم. Here a specific pathway in the sympathetic division that would lead to the adrenal gland. Adrenal gland. ايش يعني adrenal gland؟ Renal يعني كلوي. Ad يعني قريب. فهي الغدة الجلاند القريبة من الكلية. بيجي موقعها مباشرة فوق الكلية. It's a preganglionic neuron longer than the postganglionic. هاي أول فرق من الفروقات اللي بنلاقيها في sympathetic division، إنه preganglionic أطول من البوست غانجليونيك. Its function is secreting hormones norepinephrine and epinephrine to modify blood supply, heart rate, blood pressure and air flow. يعني فيها إشي زيادة. طيب هسا حكينا عن norepinephrine وابنفرين قبل، إن هم نيورو ترانسميترز، هون بنحكي عنهم هرمونز. طبعا هو الهرمونز أو نيورو ترانسميترز نفس الإشي، بس سميناهم نيورو ترانسميترز لما كانوا بيرتبطوا في البوست سيناتيك، وسميناهم هرمونز لما كانوا بينفرزوا في الدم. فهم نفس المركب، بس لما يكون بينتقل من البري سيناتيك للبوست سيناتيك بنسميه نيورو ترانسميتر. لما يكون بينتقل على شكل هرمون، يعني كيف؟ يعني من الخلية للبلد أو من النيورون بيطلع على الدم مباشرة بنسميه هرمون، بس بالاخر تركيبه نفس الاشي. يعني النيورو ترانسميتر هو نفسه الهرمون، بس مكان السكريشن هو اللي حدد لي التسمية، سواء كان نيورو ترانسميتر حكينا على البوستيناتيك او هرمون للبلد. كمان هرمون which secreted by adrenal gland works differentially at different receptors. يعني انا عندي الهرمون بيعمل افكت، بس الافكت هاي بتعتمد على ايش؟
تعتمد على الريسبتورز اكثر مما تعتمد على الهرمون نفسه. يعني ممكن النور ابينفرين او الابينفرين يروح يشتغل في المسلز شغل يعني وظيفة غير عن وظيفته في مثلا في اللانس، مع انه هو نفس التركيب. الافكت تبعت الهرمون تعتمد على الريسبتور، ما بتعتمد على الهرمون نفسه. مثلا عندي لما كنا نحكي عن السينابسز، النيورو ترانسميتر شو ما كان نوعه، مثلا حكينا استركولين، لما يجي يرتبط في الصوديوم، صوديوم شانلز، عشان الصوديوم برا اكثر من جوا، راح يدخل لجوا يعمل لي جوا موجب، يصير عندي دي بولاريزيشن. اما لو انه ارتبط في بوتاسيوم شانلز، ايش بيسوي لي؟ عشان البوتاسيوم جوا الخليه اكثر من برا، راح يطلع لبرا يسوي لي جوا سالب، فصار عندي هايبر بولاريزيشن. فبنعرف انه الافكت بتعتمد بشكل رئيسي على الريسبتور اكثر من الهرمون نفسه. الريسبتورز بنقسموا لنوعين، هم الالفا ريسبتورز لها تقسيمات كثير احنا مش مطالبين فيها حاليا، والبيتا ريسبتورز. البيتا ريسبتورز تنقسم ل بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتورز، بس نتذكر انهم هذول الريسبتورز هم ادرينيرجيك ريسبتورز، يعني على الهرمونز اللي هم بنفرزوا من الادرينال جلاند، اللي هم الابينفرين او النور ابينفرين، مرتبطين بشكل رئيسي في السمباثيتك ديفيجن. نتذكر هذا الشيء كثير مهم، انه في السمباثيتك مش الباراسمباثيتك بنلاقي هذول الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتورز. هسا نيجي للإفكتس. هنا بحكي لك أول شيء، لما النور إبنفرين يرتبط في الألفا ريسبتورز إيش بصير عندي؟ لو كانت هاي الألفا ريسبتورز في السموث ماسلز، تعمل لي كونتراكشن للسموث ماسلز. سموث ماسلز زي إيش؟ هسا إحنا الماسلز تنقسم عندي لكاردياك سموث وكمان سكيليتال. الكاردياك هي عضلات القلب، السموث هي عضلات الأورغانز، السكيليتال هي عضلات الموجودة متعلقة بالحركة زي البايسبس وترايسبس وهاي العضلات. السموث ماسلز اللي بتهمنا هي الماسلز اللي في الأورغانز نفسها، فالماسلز اللي في البلود فيسلز هاي بنسميها سموث ماسلز. الماسلز اللي في أي تيوب في الجسم سموث ماسل، في مثلا في التريكيا برضو سموث ماسلز. فهاي السموث ماسلز بنعرف انها الماسلز اللي موجوده في الاورجانز نفسها. اذا النور ابنفرين ارتبط في الالفا ريسبتور الموجود على السموث ماسل، بيعمل لي كونتراكشن. بس اذا ارتبط على الريسبتورز الموجود في البلاد فيسل، بيعمل لي فيزو كونستركشن. يعني نفس المعنى، انه بسوي لي في السموث ماسلز بيعمل لي كونتراكشن، في البلود فيسلز بيعمل له فيزو كونستريكشن، يعني نفس الاشي. هون بضيق السموث ماسل وهون بضيق لي البلود فيسلز، نفس التاثير، تضييق تضييق، لانه نفس الريسبتور. عندنا البيتا 1 فاوند ميلي اون ذا هارت، وين وي ستيمولييتد ذير ويل بي ديكريز ان ذا ديوريشن اوف سنجل اكشن بوتنشال باي ميكينج ريستنج ميمبرين بوتنشال ليس نيجاتيف اور ديكريز ذا ديوريشن اوف ري بولاريزيشن فيز. ايش يعني هالحكي؟ هسا البيتا 1 نوع ثاني من الريسبتور، تأثيره غير عن الألفا. شو بيعمل لي هذا؟ هسا هذا البيتا ريسبتور موجود بشكل رئيسي في القلب. هسا عشان يكون وظيفته معينة، شو وظيفته هذا الريسبتور؟ انه بيعمل لي بزيد للهارت ريت. كيف بدي يزيد للهارت ريت؟ لما اعمل له ستيميوليشن انا، بقلل لي فترة الاكشن بوتنشال. لما تقل فترة الاكشن بوتنشال شو بصير؟ بصير انه الفريكونسي اكثر. يعني احنا في عنا علاقة عكسية بين الديوريشن والفريكونسي، كل ما قلت الديوريشن الفريكونسي بتزيد. فانا بقلل الديوريشن، فايش بصير عندي؟ راح يصير عندي الهارت ريت يزيد ويزيد ويزيد. عندي طريقتين عشان ازيد الهارت ريت. نتذكر ان الهارت ريت لما يصير بيزيد لما يصير استيميوليشن لبيتا 1. الهارت ريت بيزيد بطريقتين، يا اما بنعمل ريستنج ميمبرين بوتنشال ليس نيجاتيف، يعني انه بصير اقرب للثريشولد، فالستيميوليشن بصير اسهل انه نوصله للثريشولد. يعني الريستنج ميمبرين بوتنشال اقرب للثريشولد، فبصير عندي اسهل انه اوصله للثريشولد اللي تعمل لي اكشن بوتنشال.
or decrease the duration of repolarization phase. إنه ما حكينا إحنا بدنا ننقص the duration، فبننقص ال duration لل repolarization، فبتصير الوقت أقصر. هون يعني لو حكينا إنه نعمل ال decrease the duration of depolarization phase، نفس الفكرة إنه making resting brain potential less negative، إنه أقرب ل threshold. This stimulation lead to increase the heart rate, increase the force of contraction, increase blood pressure and flow rate. كل هاي الشغلات بتهمنا في sympathetic division، إنه بنزيد ال heart rate، بنزيد ال force of contraction وال blood pressure وال flow rate. كمان عندنا البيتا 2 ريسبتورز. البيتا 2 ريسبتورز هذول موجودات بشكل رئيسي في الريسبيراتوري سيستم، في اللنجز كمان بشكل رئيسي في البرونكيال تري. ايش البرونكيال تري؟ هسه عندنا في اللنجز حكينا تريكيا والبرونكيولز وبرضه تفرعاتها، فشكلها جاي شبه الشجره فسموها البرونكيال تري. فالتشعبات هاي اللي بسموها البرونكيال تري فيها البيتا 2 ريسبتورز، لما النور ابينفرين يرتبط فيها بيعملوا لنا تاثيرات بشكل رئيسي دايليتيشن، انه بتعمل توسع للدياميتر. فلما يصير توسع شو بصير عندي؟ افرض انا كان عندي تيوب، لما يتوسع الدياميتر تبعته راح يصير عندي فراغ اكثر فيه، يعني بصير عندي الاير فلو بيزيد، فراح يدخل عندي هواء كثير زياده، برضه السي او 2 لوس راح يزيد. انا لما اتنفس بدخل اكسجين وبطلع سي او 2، فلما توسع عندي الدياميتر راح يدخل اكسجين اكثر ويطلع سي او 2 اكثر، مور اكسجين سبلاي تو ذا بودي تيشوز. احنا بنعرف انه في الاكستشينجينج بروسيس اللي بتصير في الالفيولاي بتعتمد على تركيز الاكسجين، فلما يزيد الاكسجين في اللنجز راح ينتقل لوين؟ للبلود كابيلاريز. فلما زاد التركيز هنا راح ينتقل بشكل اكبر، وبرضه راح يزيد الدم اللي في الـ في الـ في الـ راح يزيد الاكسجين في الدم، بصير عندي هايبر اوكسيميا. فايش لما يزيد الاكسجين في الدم راح يزيد السبلاي للاكسجين للبلود للبادي تيشوز، برضه صح يصير عندي مور لايبوليسيس اند جلايكوليسيس. ايش يعني لايبوليسيس وجلايكوليسيس؟ لايبوليسيس من اسمها، هسه لايبو يعني ليبيدز، ليسز يعني ديستركشن، يعني احنا بصير عندي ديستركشن اكثر للليبيدز. عشان ايش؟ عشان اعمل انرجي. جلايكوليسيس يعني جلايكوجين او جلوكوز، انا مش متذكر بصراحه، بس على الاغلب هي جلايكوجين، انه بصير انه اكسره بشكل اكبر عشان اخذ منه انرجي. برضو بصير عندي مور كالوري جينيسيس. كالوري يعني طاقه، يعني الاي تي بي، جينيسيس يعني برودكشن، فانا بصير عندي اصنع طاقه بزياده، فهي هاي المور كالوري جينيسيس. ليش؟ لان انا زاد عندي الاكسجين فراح يزيد عندي سيلولار ريسبيريشن، راح يزيد عندي لايبوليسيس وجلايكوليسيس، وراح يزيد عندي تصنيع الطاقه اللي هي الكالوري جينيسيس. وبرضه عندي also we can find it in the smooth muscles of the blood vessels which also cause dilation of it. يعني البيتا 2 ريسبتورز بيعملوا لي دايليشن وبسببوا لي هذول الافكتس المختلفه. هون بحكي لك نيكوتين can only block the receptors of acetylcholine on the ganglion and muscarine can only block the receptors on the target tissue mainly muscles. So we name every receptor by the name of the corresponding drug that block it. So the muscarine used to block the receptor on the target tissue of the parasympathetic system only, but nicotine used to block the pathway of the sympathetic and parasympathetic. برضو يعني الاشي المهم هون ايش هو؟ هسا انا مثلا بدي اسكر الباثوي نفسه سواء كان في السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، ايش بروح بستخدم؟ بروح بستخدم النيكوتين. اما لو بدي اعمل بلوك للتيشو نفسه، تيشو واحد في الباراسيمباثيتك او التيشوز كلهم في الباراسيمباثيتك، بروح بفرز ماسكارين. فهون عندي سيلكتيفيتي بالبلوك او في الانهيبيشن، هون بقدر يعني اميز انه شو بدي، ايش اللي بدي اعمل له بلوك. هون انا بقدر استخدم يا نيكوتين يا مسكرين. النيكوتين بيعمل لي بلوك للباثوي كامل سواء في السيمباثيتك او الباراسيمباثيتك، المسكرين بيعمل لي بلوك للتارجت تيشو اللي في الباراسيمباثيتك لحاله. فهاي سيلكتيفيتي اشي مهم في المسكرين والنيكوتين.
نجي هسه للهايبوثالامس. احنا حكينا قبل شوي انه الاوتونوميك نيرفس سيستم هو عباره عن ديفيجن من ايش؟ من البريفيرال نيرفس سيستم. الهايبوثالامس هي جزء من السنترال نيرفس سيستم، تتحكم لفانكشنز كثير في الجسم، موقعها في التيمبورال لوبس في البرين. مش مهم هاي الشغله كثير نعرفها، بس بدنا نعرف الاشي المهم. هسه الهايبوثالامس هي عباره عن ستراكشر في الدماغ. هذا الستراكشر فيه ستراكشرز كمان او ارياز بنسميها مختلفات، كل اريا بنسميه نيوكليوس. يعني هاي النواه مرتبطه بفانكشنز معينين، هاي مرتبطه بفانكشنز معينين، هاي بفانكشنز معينين، هاي كل واحده مرتبطه بفانكشن معين. فاحنا مش مطالب منا نعرف انه اساميهم هذول ومكانهم وهيك، بس مطالبين نعرف بالوظائف اللي بيعملها الهايبوثالامس اللي حكينا ستراكشر في البرين نفسه. من الوظائف اللي بيعملها اول شيء الووتر كونزرفيشن، انه انا عندي مثلا صار ديهايدريشن، فانا عشان احفظ المي عندي ما اخسر مي كثير بصير عندي بفريز الاي دي اتش. ايش هو الاي دي اتش؟ هو هرمون بيمتص للمي، بيمنع انه ينفرز عندي كثير مي في اليونت. فاول وظيفه هي الووتر كونزرفيشن او اي دي اتش سكريشن. ثاني شيء هي الليبر او اوكسيتوسين سكريشن which aids in uterus contraction to facilitate childbirth. حكيناها هاي قبل وين في البوزيتيف فيدباك، انه عندي لما في التشايلد بيرث عمليه الولاده لازم يصير كونتراكشن للرحم. فمين اللي بيساعد في هذا الكونتراكشن؟ هو هرمون الاوكسيتوسين، بتحكم بافراز الاوكسيتوسين هو الهايبوثالامس. كمان شيء هو الهارت ريت والبلد بريشر وتشينج فورس اوف كونتراكشن نمبر اوف هارت بيت. في هاي النقطه بنلاقي انه الهايبوثالامس مرات بتزيد الهارت ريت مرات بتنقصه، او مرات بزيد البلد بريشر مرات بتنقصه. مظبوط مظبوط، بس احنا مهم عندنا نعرف انه الهارت ريت مرات بزيد مرات بنقص، الهايبوثالامس تتحكم فيه بشكل رئيسي. كمان اشي عندي اللي هو الاوزمولاريتي ريجوليشن، انه هاي برضو في من الهرمونات اللي تتحكم في الاوزمولاريتي ريجوليشن اللي هو الالدوستيرون اللي بيمتص لصوديوم من اليورين. فهاي من الشغلات الاوزمولاريتي ريجوليشن. عندي كمان الهيت برودكشن، هيت لوسينج باي سويتينج او سيمباثيتك كولينيرجيك، انه هاي واحدة من الوظائف كمان، انه اذا نقصت الحرارة او زادت الحرارة اذا زادت بحفز للسويت جلاند عشان يعملوا سويتينج وتنقص الحرارة. اذا نقصت ايش بصير عندي؟ بنقص السويتينج. كمان الجي اي اس ستيميليشن، هانجر ساتايتي اند اي ان اس كنترول اول ستيبس اكسبت فود ايتينج اند فيكس اكسكريشن. هون احنا بنعرف انه في الجاسترو انتستين تراكت الاوتونوميك نيرفس سيستم بتحكم فيها بشكل رئيسي، انه انا ما بتحكم بطريقه الهضم، ما بتحكم في ايش، في الابسوربشن، في الدايجستشن، ما بتحكم في هالشغلات، بس انا بتحكم بشغلتين رئيسيتين اللي هم الاكل والفيكس اكسكريشن. باقي الشغلات من لما الاكل يدخل تا يطلع الاوتونوميك نيرفس سيستم بيتحكم فيه، وبتحكم فيه بشكل رئيسي هي الهايبو ثالامس. كمان نيورو اندوكرين نيورو ترانسميترز تو بلاد هرمونز ريسبونسبل فور جروث هيت انرجي ادرينال جلاند ريبرودكتيف سيستم. هاي كل هالشغلات بتحكم فيها الهايبوثالامس. نجي هسه لاخر موضوع معنا هو السنسوري ريسبتورز اللي هي المستقبلات الحسيه. اول اشي الكلاسيفيكيشن اوف سنسوري ريسبتورز بيست اون ذا تايب اوف ستيمولس، انه احنا صنفناهم الريسبتورز على اساس التايب اوف ستيمولس، انه ايش اللي هو الستيمولس اللي بيستجيب له هذا الريسبتورز. اول نوع هي الميكانو ريسبتورز. ميكانو يعني حركي، يعني الريسبتورز اللي تستجيب للحركه، زي مثلا ايش، زي التاتشينج، زي ايش، واحد خبط واحد كف، هاي اللي بيستجيب لها بشكل رئيسي للحركه. انتبه انه خبط كف حركه، ننسى الكف، مثلا واحد لمس واحد راح تكون ميكانو ريسبتورز، ننسى الكف. الثيرمو ريسبتورز اللي هو ثيرمو يعني حراره، فالريسبتورز اللي بالشكل الرئيسي متعلقين بالحراره اسمهم ثيرمو ريسبتورز. النوسي ريسبتورز، نوسي ريسبتورز اللي هم الريسبتورز المتعلقين في الالم، فهي نفس البين فور ريسبتورز اللي هم اذا حسيت في الم المكون مسؤول عن الاحساس، هذا هم النوسي ريسبتورز. الفوتو ريسبتورز، فوتو يعني ايش؟ يعني ضوء،
فالريسبتورز اللي حساسين للضوء هم الفوتو ريسبتورز، موجودين بشكل رئيسي في العين. كمان اشي هم الكيمو ريسبتورز. الكيمو ريسبتورز هم الريسبتورز اللي بيصير لهم ستيمولاس لما يتعرض لكيميكال سبستانس. زي ايش؟ زي مثلا التيست. انا لما اكل اشي راح يصير عندي كيميكال سبستانس ترتبط في الريسبتور هذا ويصير عندي ستيمولايشن. كمان اشي ثاني هو السميلينج، لما تشم اشي هاي برضو كمان كيمو ريسبتورز. كمان اشي هم خامس او سادس نوع هم الاوزمو ريسبتورز اللي بيقيسوا لي الاوزمولاريتي. بنشوف انه الاوزمولاريتي زادت بنعمل موديفيكيشن عشان نقص الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي نقصت بنعمل موديفيكيشن عشان نزيد الاوزمولاريتي. ذكرت كمان شغلة عن ميكانو ريسبتورز. زي ايش؟ زي مثلا اللي جوا الاذن، عشان احس انا بالصوت، يعني اسمع الصوت مزبوط. ما هي الميكانيزم تبعته انه احرك الستيريوسيلة الموجودة في الاذن، فهاي واحدة من الميكانو ريسبتورز انه بيعتمد على الحركة اللي بتولدها هاي الستيريوسيلة الموجودة في الاذن. كمان كلاسيفيكيشن اوف the sensory receptors based on the location، على مكان هاي السنسوري ريسبتورز. اول اشي هو الاكسترو ريسبتورز. اكسترو ريسبتورز اللي هم الريسبتورز الموجودة في سطح الجسم الخارجي زي اللي على الجلد. الانترو ريسبتورز اللي هم موجودة وين؟ موجودة داخل الجسم. زي ايش؟ زي مثلا الريسبتورز اللي في الاذن حكينا مثلا، او وين؟ يعني شغلات احنا ما بنحس فيها بس موجوده في الجسم داخل. البروبريوسبتورز اللي هم الموجودات في البلد فيسلز، يعني شغلات احنا ما بنحس فيها بالمره بس بتصير في الجسم، يعني احساس عميق جدا. زي ايش؟ هسه مثلا انا زاد عندي البلد بريشر، عشان انقصه شو بسوي؟ بسوي لازم اول شيء الريسبتورز تحس فيه، عشان ايش؟ يصير عندي دايليشن. فالريسبتورز اللي حست بالبلد بريشر انه زاد هي البروبريوسبتورز. والسنسيشن قسموه لنوعين، اللي هو سوماتيك اند فيسرال. سوماتيك اللي هو جسمي، زي هذا اشي احنا بنحس فيه، يعني بنكون احنا اوير اوف ات. الفيسرال هذا بكون جوا الاورجنز نفسها، يعني ممكن يصير يعني مثلا الاورجن صار لها ديستركشن او اشي ممكن احنا ما نحس فيه، بس السوماتيك احنا بنحس فيه بشكل رئيسي. هذا ممكن نحس فيه بس السوماتيك دائما بنحس فيه، الفيزرال مش دائما بنحس فيه لانه شغلات متعلقه في الاورجان جوا نفسه. السوماتيك زي التاكتل، ثيرمال بين، بروبريوسبتيف سنسيشنز. الفيزرال بروفايد انفورميشن اباوت ذا كونديشنز وذين ذا انترنال اورجانز. الفيزرال حكينا انه ممكن يصير اشي جوا الاورجان نفسها احنا ما نكون حاسين فيه من برا، بس البرين نفسه احنا عندنا اوير اوف ات، فراح يعمل موديفيكيشن عشان يصلح لي الوضع. سبيشال سنسز زي سميل، تيست، فيجن، هيرينج اند ايكوليبريم اور بالانس، زي الشم او التذوق، الرؤيه، السمع، الايكوليبريم. اخر اشي معانا هو الادابتيشن. ايش يعني ادابتيشن؟ هسا عندي في السنسور ريسبتورز اذا بتضلوا متعرضين لنفس المؤثر فتره طويله راح يصير عندهم ادابتيشن. بس هذول الريسبتورز بنقسموا لنوعين من حيث الادابتيشن، يعني رابيدلي ادابتنج وسلولي ادابتنج. رابيدلي يعني انهم هذول بصير لهم ادابتيشن بسرعه، السلولي ما بصير لهم ادابتيشن بسرعه. ليش؟ هسه مثلا هذول ان الفانكشن تبعونهم انه بيسمحوا لهم يسووا الادابتيشن بسرعه، اما هذول الفانكشن تبعونهم اذا صار الادابتيشن بسرعه انا راح يختل عندي الجسم نفسه. نحكي عنهم مثلا رابيدلي ادابتنج ريسبتورز، زي اللي ريسبتورز ذات ديتكت بريشر، تاتش اند سميل، اللي هم مثلا انت دخلت على غرفه فيها مثلا ريحه غاز، لو ضليت شوي راح تفضل تشم ريحه الغاز مع انه لسه في ريحه غاز، بس الريسبتور صار لها ادابتيشن فبطلت تحس في هذا الشم في هاي الرائحه. Slowly adapting receptors اللي هي receptors that detect main body position chemical composition of the blood، انه هاي الريسبتورز اللي هي الادابتيشن فيها بطيء. زي ايش؟ زي البين ريسبتورز وكمان البادي بوزيشن. مثلا الريسبتورز الموجوده في الجوينتس، افرض مثلا انا صار عندي ادابتيشن للريسبتورز الموجوده في الجوينتس، ايش راح اعمل؟ راح انسى اني واقف، راح اوقع.
فهاي مهم انها تكون slowly adapting receptors. هون بحكي كمان when a continuous stimulus is applied, لما يصير عندي stimulus بشكل متكرر بصير receptors respond rapidly at first, انه بصير لها response بسرعة اول اشي. But response declines until all receptors stop firing, يعني ال response راح يكون اول اشي بشكل كبير بعدين راح ينقص شوي شوي. زي هون بنشوف في الدياجرام هذا انه كان الريسبونس اول شيء كثير عالي, بس في الهير ريسبتورز اللي هم لونهم ازرق, هي الهير ريسبتورز صار ادابتيشن بسرعه بعد ثانيه واحده. النوع الثاني من الريسبتورز اللي هم المصل سبندل صار لها ما صار لها ادابتيشن, بضل وقت طويل. والجوينت برضه ريسبتورز راح تاخذ وقت اطول. يعني في الاول كلهم استجابوا بس الادابتيشن صار لهذا قبل هذا قبل هذا. فهاي الشغلات كتير مهمة نعرفها, ويعطيكم ألف عافية.